السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواني وحبايبي، إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلامة يا رب. اليوم أبغى أوريكم سيارة مازدا سي إكس 30، سيارة جديدة نازلة عندنا ما شاء الله تبارك الله. ناخد بها لفة كده من برا على السريع، إن شاء الله تكون نالت إعجاب، إن شاء الله تكون نالت تنال إعجابكم. طبعا انا انسان جديد يعني في التصوير والامور هذه، بس قلنا ما دام في شيء جديد نوريكم. ليش ما نوريكم؟ ان شاء الله نوريكم السياره وتعجبكم. شغلنا السياره عشان نشوف الانوار حقها والمصابيح، شغل الفليشر ما شاء الله تبارك الله، اللهم صل على محمد. كيف هي اللمبات والاسطبات هنا؟ كمان في ناره، اللهم صل على محمد، ما شاء الله تبارك الله. طبعا الماكينه سكاي اكتف، ده اسم السياره سي اكس 30. بطاقه تعريف الوقود هنا ما شاء الله 16.3، اخذ ممتاز صلاة على النبي. هنا التسعيرة حق السيارة ما شاء الله تبارك الله، سعرها 89,364 اجمالي بعد الضريبة الجديدة. وهذه بطاقة المواصفات حق السيارة إن شاء الله تكون واضحة، نمشي لكم هي على البطيء علشان تقدروا تقرونها. معانا أحد الزملاء يعطينا مواصفات سريعة كده على السيارة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أخوي أدينا مواصفات السيارة كده على السريع كده، أهم المواصفات ما يخص الشاشة، ما الشاشة والأمور دي. الشاشة عندك طبعا تغيرت، شوف هذه الشاشة. طبعا هنا عندك الترفيه اللي هو ما يخص الراديو ومحطات الراديو والأمور هذه، تحديث القائمة عشان يبحث معك على محطات الراديو. طبعا بوريك الحاجات الثانية. ايش كنا نقول يا أستاذي؟ ايش هي حق الترفيه؟ ما الترفيه ايش هي؟ الترفيه هذه بخصوص محطات الراديو، يعني تتحكم يعني في محطة في محطات الراديو كذا. وهذه الفئة ما فيها ايش اسمه النافيجيشن؟ لا ما فيها النافيجيشن، نعم، الا تجيب لها ميموري على ما اعتقد. ايه ميموري اكيد. وفيها فتحة سقف ما شاء الله، شوف الانارة الداخلية كيف ما شاء الله، حتى الانارة ليد جوا هنا وفتحة سقف ما شاء الله تبارك الله. ودينا هذا ايش هو استاذي؟ هذا الاوتو هولد اللي هو نظام تثبيت السيارة على الاسطح المنزلق. ايوه ما شاء الله. والزر اللي قدامه الهاند بريك ما شاء الله، واللي قدام وعندك السبورت اداء رياضي للسيارة. زر السبورت هذا. ايوه صح. أيوه. صح. طبعا هنا عندك تحكم للشاشة ما شاء الله، ماوس والحاجات كلها، يعني ماوس الترفيه الشاشه الرئيسيه والصوت له تحكم من هنا برضو. في كاميرا خلفيه كمان ولا؟ فيها كاميرا خلفيه. اذا ورينا هي نشوف، نوري الشباب. كاميرا خلفيه، اربع حساسات خلفيه ما شاء الله تبارك الله. طبعا هنا عندك مدخل سي دي. ايوه حامل اكواب اثنين عندك هنا ما شاء الله تبارك الله. نشوف مساحة الدرج هنا، ما شاء الله مساحة جيدة،
إنارة ما في بو بسيطة. داخلية السيارة ما شاء الله جابوها كده لون أزرق كده. هذه دحين تعتبر ستاندر ولا لا؟ تعتبر نصفل. وفي كمان في أعلى منها أعتقد سيجنيتشر أو أي في إن شاء الله أنها راح تنزل قريب بإذن الله. إن شاء الله. طبعا هنا عندك تثبيت السرعة ما شاء الله، مثبت سرعة كمان موجود. أي فيها مثبت سرعة. وش اللي في الجهة الثانية؟ الجهة الثانية عندك هنا طبعا اللي هو التحكم في محطات الراديو أو إذا كنت مركب USB أو شيء. طبعا هنا عندك الإنفو، شاشة معلومات خاصة للسائق. أيوة. زي ما تشوفوا قدامكم على الطبلون. هي زي ما تشوفوا قدامكم على الطبلون يعطيك يعني ممشي السيارة. وفي عندك الأزرار هذه تبع البلوتوث. ما شاء الله. أيوة. هذه عندك تبع البلوتوث. هذه مهمة هذه. أيوة. وعندك تحكم بالصوت هنا. تمام. طبعا هنا عندك الزر هذا تبع الحساسات الخلفية. وهنا عندك نظام مانع الانزلاق. والعلامة الأخيرة اللي هناك في الجنب ديك ايش هي؟ هذا نظام الـ RCTA اللي هو طبعا الزر هذا زي ما انتم شايفين، الزر هذا اللي هو يعني تبع النظام اللي هو يعني حق الـ RCTA اللي هو نظام إشارة الإيقاف المفاجئ. يعني انت مجرد ما تضغط على الزر هذا بيتوقف عندك النظام، يعني ما راح يكون شغال. اها كويس. طبعا هنا عندك طبعا الازاز كله اوتو. هي كله اوتو، كل الاربع اوتو. هي كلها الاربع اوتو. طبعا تحكم في المرايات، وعندك السنتر لوك هنا. شوف الدرج هذا كمان. الدرج يا صاحبي ما شاء الله، لازم ترجع ورا اول. عندك ما شاء الله مساحة كافية هنا. وفي ايش المداخل هذه يا صاحبي؟ مدخل شاحن. ايوه. سيارة. وعندك مدخل USB. اها بس ما شاء الله. في حق الذاكرة، بس هذه السيارة اللي ما يجي معها ذاكرة. لا ما يجي معها ذاكرة. فئة الوسط هذه، ما هي فئة الفول اوبشن ولا السيجنيتشر. ما شاء الله تبارك الله، مساحتها كمان جيدة السيارة. طبعا هذه أكبر من السي اكس 3 ولا لا؟ بين الثري وبين الفايف. بين الثري وبين الفايف. إن شاء الله يا إخواني يكون عجبكم المقطع، ولا تنسونا من دعواتكم. جزاكم الله ألف خير.